السلام عليكم اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد زي ما شفنا مع بعض في مقدمه الفيديو مكنة الصنفرة اللي استعرضناها معاكم ديت ان شاء الله هنعملها معاكم من الموتور ده والموتور ده اللي بيكون مسؤول عن تشغيل المروحه اللي بتكون في الكمبريسور بتاع التكييف اللي بتكون في الوحده الخارجيه فلو انت بتشوفنا من على يوتيوب اتمنى تعمل لايك وتشترك معنا في القناه ولو بتشوفنا على فيسبوك اتمنى تعمل لايك وتعمل لنا فولو على صفحتنا على الفيسبوك علشان يوصلك كل جديد وأول حاجة هنعملها إن إحنا هنعمل قرص كده أو الدايرة هنعملها بقطر تسعة بوصة على نفس مقاس قرص الصنفرة اللي هنستخدمه على الماكينة بتاعتنا فا جبت الدليل الراوتر اللي كنا عملناه لقرص الدوائر وهتيجي بقى أعمل بيه الدايرة بتاعتنا بالشكل ده وكل الأدوات والمعدات اللي هنستخدمها دي هنا في الفيديو ممكن أسيبها لكم بقى في وصف الفيديو لو حابين تروحوا تشوفوها تمام كده عملنا الدايرة بتاعتنا كده ومن كونتر الطبقات بقى هنبتدي نعمل دايرة قطرها تسعة سنتي بالشكل ده طبعا الدليل ده ممتاز جدا لقص الدوائر بالراوتر صراحة أدق حاجة تعمل بيها دايرة هي الراوتر وكنا شرحنا ده في فيديو قبل كده وكمان شرحنا إن إزاي نعمل دايرة بمنشار الأركت لو ما عندناش راوتر وكمان على منشار الطاولة تمام كده قصينا الدايرة بتاعتنا بالشكل ده شوية صنفرة بقى كده علشان ننعم الأطراف بتاعتها وعذرا لو الصوت متغير شوية ده خلي دور برد كده الحمد لله يعني على كل حال وكده الدايرتين بتوعنا دول اصلا بالشكل ده دي الدايرة الصغيرة ودي الدايرة الكبيرة وهنبتدي نبتدي بقى نعمل ثقب كده في السنتر بالظبط بتاع الدائرة الصغيرة ديت ببنطه آه 8 مللي و8 مللي ده علشان الاكس نفسه اللي طالع من الموتور هو القطر بتاعه تمانية مللي بالظبط وكمان عملت دايره كده من الخلف علشان تسمح لي ان انا اربط المسمار لان القوز بتاع المسمار نفسه كان قصير شويه فكده اكلت من من القطعه دي من فوق حوالي ستة مللي كده علشان اربط الصاموله وتكون ماسكه كويس على القرص تمام كده طبعا هنحط الوردة والدايرة اللي عملناها دي بنفس القطر بتاع الوردة بالظبط ولو لاحظنا هنا كده هنلاقي إن في رفة في الموتور صغيرة كده طبعا الموتور ده كان أصلا بايظ وصلحناه واستخدمته طبعا بدل ركنته فهنبتدي بقى نظبط الدايرة بتاعتنا بالظبط بالصنفرة زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا لو في أي حاجة بقى نبتدي نصلحها بالشكل ده وكمان القطعة الكبيرة هنبتدي نعمل فيها ثقب في السنتر بالظبط وده الحامل اللي كنا عملناه للشنيور قبل كده في الفيديوهات القديمة طبعا بنقدر نفك القاعدة ونستخدمه بالشكل ده لو هنثقب في حاجة عايزين انها تعدي معانا الناحية التانية بالشكل ده كده وبصراحة لقيت ان الموضوع في الفوم بورد ده مش احسن حاجة فركنت الدايرة ديت وعملت دايرة بكونتر طبقات وعملت فتحة في المنتصف كده بالظبط ببنطة خمسة وتلاتين مللي ويعني نبتدي بقى نركب القرص ده على القرص اللي عملناه برضو في الموتور كده وين سنتره بالظبط كده وبعدين بقى نثبته بالشكل ده ودي طبعا الفتحه دي علشان لو حبينا نفك القرص نفسه من الموتور نقدر نعمل ده بكل سهوله ويعني نبتدي بقى نثبت القرص بتاعنا بالشكل ده كده بالسوبر جلو وبعدين بقى نربط له مسامير زي ما هنشوف مع بعض طبعا لما ظبطنا القرص الصغير طبعا هيساعدنا ان القرص الكبير يكون مظبوط يعني بشكل كبير لو في اي حاجه هنعملها برضو بالصنفر تمام كده وهنبتدي بقى نربط مسامير بالشكل ده كده بنثبت القرص بتاعنا برضو في الموتور تمام جدا طبعا في رفه بسيطه كده هنحاول برضو نظبطها وفي القطعه دي هنبتدي نعمل نص دايره من فوق كده والقطعه دي كان ارتفاعها 28 سم طبعا بعد ما قصيناها والعرض والارتفاع طبعا هنظبطه انه يكون اعرض ب 3 مللي من كل اتجاه علشان القرص بتاع الصنفورة نفسه ما يعكس فيه تمام كده عملنا الدايرة بالشكل ده وزي ما شايفين طبعا ان في مسافة كده ما بين القرص والقطعة اللي عملناها ودي نقطة مهمة جدا علشان بعد كده هنركب قطعة من فوق كده كفر ويعني بقى نسنتر القرص في مكانه كده ونبتدي نعمل ثقب كده في السنتر بالظبط وبعدين بمنته 22 وعشرين مللي علشان هنا نركب رمان مناسب تماما لعرض الاكس اللي طالع من الموتور بالشكل ده كده طبعا الرمان بل ده هيساعدني ان لو في اي رفه في الموتور برضو هيحاول يظبطها معايا والخطوات دي كلها خطوات مهمه علشان ناخد نتيجه احترافيه من موتور طبعا كان مركون وكان فيه بعض المشاكل ونعالج الرفه اللي فيه برضو بقدر الامكان يعني. وعملت القطعه دي من خشب السويدي وبعدين بقى هنبتدي نثبتها في الموتور بالشكل ده هنعلم اماكن الثقوب كده ونربط بقى الموتور بتاعنا بمسامير عشرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده تمام جدا نبتدي بقى نثبت الرومان بتاعنا في القطع اللي عملناها ديت طبعا بقى تقدر تستخدم خشب كونتر طبقات او ام دي اف المهم انك تستخدم كل حاجه في مكانها الصح يعني انا لما لقيت الفوم بورد هيكون ضعيف في القرص طبعا غيرته ويخليته كونتر طبقات علشان يكون قوي معانا والقرص بتاعنا يركب بالشكل ده كده طبعا القطعة اللي هي المعمولة من الفوم بورد دي هتكون خلف القرص بالظبط ومن بعدها على طول القطعة اللي مثبتين فيها الموتور وعملت القطعة دي كمان علشان تقفل معانا الفراغ ده وبعدين عملت القطعتين اللي هنستخدمهم في الأرنب بالشكل ده وعملت فيهم شطف من فوق كده علشان يساوي تماما الدوران بتاع القطعة ديت والقطعة التانية برضو بنفس الطريقة ويعني نبتدي بقى نحدد المكان المناسب لتثبيت القطعة اللي ثابت فيها الماتور ويعني نبتدي نثبتها كده بالسوبر جلو. طبعا مهم جدا انك تسيب مسافة ما بين القرص وما بين القطعة اللي عاملين فيها النص دوران ديت علشان لما الصنفرة تشتغل القرص ما يحكش في القطع اللي عاملين فيها نص الدوران ديت وبعدين بقى نبتدي نثبت القطعة التانية بالشكل ده كده تمام جدا وبعدين هنحدد بقى أماكن الثقوب ويربطناها بالشكل ده كده. والاماكن اللي ربطنا فيها المسامير ديت طبعا ما استخدمتش فيها سوبر جلو علشان لو حبيت افك القطع ديت ولما بنشغل بيشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين كده تمام جدا طبعا ثبت القرص في المنجله اللي كنا عملناها برضو بتاعه البنك المنجله دي ممتازه جدا وتشتغل بالجنزير هسيب لكم كل الروابط في صندوق الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله وبالازميل بقى نبتدي نظبط الدايره تماما ولو فاكرين الدايره اللي عملناها من الفوم بورد دي القطعه اللي طلعت منها ودي هنستخدم منها قطعه كده هتكون تحت القرص علشان نعمل العلبه بتاعه الصنفره او تجميع الغبار والقطعتين دول اللي هيكونوا الستاند طبعا انا كاتب عليهم المقاسات اتمنى تكون المقاسات واضحه يعني والشطف ده فيه علامين كده جرا بعض انا قللت الزاويه شويه عن 45 علشان تسمح لي ان انا اميل الزاويه ما تخبطش يعني فيها بحيث اظبط على خمسة واربعين يكون عندي مسافة. وهنبتدي بقى نقطع كل العلامات بتاعتنا دي على الدليل بتاع منشار الاركت اللي كنا عملناه برده في الفيديوهات السابقة. وعملت القطعتين بالشكل ده كده. وارتفاعهم كان حوالي تمنتاشر سنتي. وهنبتدي بقى نعمل القطعة اللي هتكون في الاسفل كده. وعملت فيها حفر كده علشان لما نربطها في القاعده يكون عندنا مسافه نربط فيها المسامير ونقدر نحركها للامام او للخلف يعني بكل سهوله بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده ويعني نبتدي نثبتهم بالسوبر جلو كده والقطعة التانية طبعا نتأكد ان تكون الزاوية قايمة في القطعتين بالظبط تمام جدا ويعني نحدد بقى طول الميل ده وعملت القطعة ديت بشطف من تحت كده وهنبتدي نثبتها بالشكل ده. ويبقى ده هنبتدي نعمل السطح بتاع الصنفرة او القطعة اللي هنشتغل عليها فنبتدي بالستاند كده وعلمت النقطة ديت على بعد 3 سم وهبتدي اعمل فتحة بالبرجل كده بالشكل ده كده وكمان فتحة بعدها كده طبعا الفتحة الاولانية دي دي نهاية الستاند والفتحة اللي بعدها دي هنعملها بقطر ستة مللي ويدى خمسة سنتي بالشكل ده كده وهي بالشكل ده كده وهي اعمل عمل قطعة كمان عكسها بنفس العلامات كده وبالراوتر بقى نبتدي نطلع الشكل ده بالظبط تمام كده عملناهم بالشكل ده كده ويا الخطوط المستقيمه دي هنقصها بقى بالدليل اللي كنا عملناه للأركت بصراحه الدليل ده نفعني جدا في الحاجات اللي زي كده طبعا خفيف كده ويسهل عليا كتير صراحه يعني تمام كده قصناهم بالشكل ده كده والزيادات دي بقى الصغيره دي هنبتدي نقصها بالمنشار زي ما نشوف مع بعض دلوقتي تمام كده عملناهم بالشكل ده كده وعملت شطف من قدام كده علشان يساعدني إن القطعة دي تنزل لتحت متعكس لما ميل على زاوية خمسة وأربعين وبيبقى الكلام ببقى كده وفي السنتر بالظبط هنبتدي نعمل ثقب علشان أثبت صامولة هنا طبعا صامولة حلزوني كده أو صامولة دودة أو صامولة مسنونة على حسب ما بتسموها يعني وبنقطتين نقطتين سوبر جلون نبتدي نربطها كده بمفتاح ألانكيه وفي المكان ده هبتدي اعمل ثقب برضو كده علشان هنثبت صاموله كمان علشان المقبض اللي هيسمح لي اربط على الدراع ده بكل سهوله تمام كده ثبتناه بالشكل ده وعملت مقبض سريعة كده وهبتدي كده اثبتها بالشكل ده كده ويظن ان احنا محتاجين بعد كده نعمل شويه مقابض كده ونقدمها معاكم بفكره مختلفه ان شاء الله تمام كده خلصنا ايه العلبه اللي عن تجميع الغبار كده ودي القطع اللي قلنا هنستخدمها تحت القرص طبعا ثبتها بالشكل ده كده تمام جدا كده القطع دي اصبحت جاهزه معانا كده نبتدي بقى نعلم اماكن المسامير اللي هنثبتها في القاعده كده ويسبتهم بالشكل ده ويبتدي يربط عليهم بصاموله فراشه بالشكل ده كده طبعا كل ده لسه ما سبتش الجزء ده في القاعده ويبتدي اقص زياده من القاعده كده ويستخدم بقى الزياده في ان انا اقص القطعة بالظبط على قد الباليته ويأسيب الزياده مش مشكله والقطعة دي هنثبتها الأول كده في القرص علشان تقفل معانا الجزء ده كده وطبعا مستوية تماما مع سطح القرص بالظبط ويقصد بقى القطعة دي وهبتدي أثبتها بالشكل ده كده ويبتتحرك معانا وبتطلع وتنزل على حسب بقى زاوية الميل اللي احنا عايزينها. ويثبتها بالشكل ده كده تمام جدا بقى شغلت الصنفرة بتاعتي كده وبقطعة صنفرة مثبتة على قطعة خشب مستوية تماما ولو في أي زيادات بقى أو أي حاجة نبتدي نظبطها بالشكل ده كده تمام جدا كده ثبتناها بالشكل ده وظبطناها تمام بالصنفرة زي ما حضراتكم شايفين الرفة اختفت تماما وبعدين بعدين بقى بقرص سكوتش سبعة بوصه كان عندي كده فكت منه القطع ديت وهبتدي الزقها بالشكل ده علشان ما لقيتش سكوتش ب تسعة بوصه وبعدين القطع الفاضيه ديت هنبتدي بقى نملاها بسكوتش 2 سم والشريط ده بيكون متوفر عند الناس اللي هي بتعمل الستاير فجبت متر كده على قد القطع ديت وهبتدي اثبت الجزء الخشن بالشكل ده هبتدي اثبت بقى القرص بتاعنا بالشكل ده كده القرص الصنفرة ده درجة الخشونة بتاعته ستين طبعا علشان لما أعمل كيرفات أو أي حاجة يكون سهل الخشنة بتاعته تساعدنا أكتر يعني وهنبتدي نعمل كفر حماية بقى حوالين القرص كده فجبت القطع كنتر طبقات عرضها حوالي خمسة سنتي طبعا المقاس ده أنت بتحدده على حسب المقاس عندك يعني ويثبت القطعة كده بنفس عرض سلاح المنشار وفي كل مرة بقى ركبها في مكان القطع هيدينا المسافة بالظبط على حسب ما احنا محددينها يعني وانا كنت محدد هنا على حوالي تمانية مللي تمام كده نبتدي بقى نثبتها بالسوبر جلو كده بالشكل ده وندي لها مسمار كده علشان لما نلف ما تفكش معانا وانا كنت حاططها في الميه حوالي دقيقه كده علشان تساعدنا اكتر يعني ومن الامام كده ربطتها بمسمار وطبعا جل لما اللي هيخطئ فقطعتها حوالي قصيرة ثلاثة سنتي فهنلزق بقى القطعة دي بالشكل ده كده تمام جدا نبتدي بقى نعمل الجزء الخلفي ده كده اللي هو هيكون غطا هنقفل بيه على السلوك والحاجات اللي ورا ديت وقطعتهم بالشكل ده كده ومنشار الطاولة ده بالمنزلق بكل من ملحقاته بقى ممكن اسيبها لكم في الوصف لو حابين تبصوا بص عليها ودي القطعة الخلفية عملت فيها فتحات كده قصاد الموتور علشان التهوية ويبتدي بقى افك السلك من المفتاح كده علشان هدار السلك دي كلها جوه واطلع بس المفتاح من بره فعملت ثقب كده وابتدي بقى اطلع السلك واربط المفتاح ويبعدين نثبته زي ما هنشوف دلوقتي تمام كده ثبتناه بالشكل ده وهلم السلك كلها جوه كده والقطعة اللي في الضهر دي عملت فيها فتحة للسلك بس انه يعدي كده من تحت ويثبتها بمسمارين كده تمام جدا والقطع اللي فوق برضه ثبتها بنفس الطريقة والحمد لله دي النتيجة النهائية طبعا الرأي لكم انتوا اكتبوا لي بقى انتوا رأيكم في التعليقات بدل الموتور ده ما كان مرمي استخدمته وعملت بيه الماكينة اللي حضراتكم شايفينها دي والمهم بقى ان احنا نجرب الصنفرة دي ونشوف النتيجة بتاعتها تعالوا نجرب كده ظبطنا الزاوية انها تكون زاوية 90 درجة تماما وربطنا على البلدة بتاعتنا ودي قطعة خشب كده نبتدي نعمل فيها دوران بالشكل ده كده طبعا ما شاء الله مش عايز اقول لكم على كم الراحه اللي انا فيها بعد ما عملت الجهاز ده بصراحه يعني كان لازم اعمله من زمان جدا انه بيسهل عليا حاجات كتير جدا والنتيجه الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين كده نتيجه ممتازه جدا وتعالوا نصعب بقى الاختبار اكتر ونجرب على قطعه كونتر طبقات طبعا الحاجات الصغيره اللي كان بيكون فيها دورانات ديت كنا بنعملها الاول على الصاروخ والنتيجه ان هي ما كانش بتبقى احسن حاجه ده مع جهاز صنفره زي كده بصراحه كان لازم الواحد يعمله من زمان يعني ودي قطعه كونترا طبقات طبعا بنجرب عليها عملنا اول كيرف بالشكل ده بنبتدي نلف من الناحيه الثانيه طبعا النتيجه ما شاء الله يعني مش محتاجه كلام خالص فبدل بقى الحاجه اللي بتكون بتكون عندك وما بتستخدمهاش حاول تستغلها انك تصنع معداتك بنفسك بالشكل ده كده وفي حاجه مهمه جدا اضافه في الصنفوره ديت ما عملناهاش بقى انتوا ملاحظاتكم كده ايه اللي ناقص والنتيجه زي ما حضراتكم شايفين كده بيتعالوا بقى نجرب الزاويه على 45 فجبت مقياس الزاويه بتاعي كده وحطيته على القرصه كده وصفرت الجهاز وبعدين هميل بقى على زاويه 45 وهثبت الباليته بتاعتنا بالشكل ده كده ومن السدابة دي برضو نبتدي نجرب على زاوية خمسة وأربعين وكان في إضافة مهمة كده ممكن نعملها في الباليتة ديت وهي إننا بدل ما نثبتنا كده بمسامير رباط ممكن نثبتها بمسامير البراغي بصواميل كده بحيث لما نستخدمها على زاوية خمسة وأربعين نقدر نقدمها لقدام لحد قرص الصنفرة فاكتبولي انتوا رأيكم بقى وكمان شاركوني الرأي ايه أحسن حاجة ننظف بيها الصنفرة أنا شفت كذا حاجة كده ولكن طبعا التجارب بتكون مختلفة لو حد فيكم جرب طريقة ونجحت معاه يكتبها لي في التعليقات برضو وإن شاء الله نجربها علشان ننظف بيها البرص بتاع الصنفورة ده تمام كده عملنا الشطف بتاعنا على زاوية خمسة وأربعين تعالوا بقى نشوف الدقة بتاعته كده بالزاوية بتاعتنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش أي كلام ويب كده يكون وصلنا الفيديو ده أتمنى رب يكون الفيديو عجبكم متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة علشان يوصلك كل جديد وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد السلام عليكم.